معرض جهوي يضم مجموعه من الولايات شرق البلاد في الصناعه التقليديه والحرف، احتفالا بالذكرى 70 للثوره المجيده، وكذا تزامنه مع ذكرى 9 من نوفمبر من كل سنه وهو اليوم الوطني للحرفي. يشارك معنا مجموعه من الولايات، 5 ولايات شرقيه وكذا 25 عارض من ولايه سكيكده. ننسج الزربيه تاع الفورير تاع الفراوله، وننسج الزربيه تاع الفراش تاع الصاله، وندير السجادات تعلمتها، واليوم انا بغيت نعلمها للجيل تاع درك باش يقعد الحرفيه هي تمشي طول.